الشيء الوحيد اللي نفكره هو كونه المسؤولين هذو تكروا اللاعب البوركيني. أنا قد ما عمل يعني حرر تونس، عمم التعليم، حرر المرأة، يعني عمم الصحة، بدل المجتمع في الاتجاه الصحيح، أعطى تونس عالم معروف في العالم أجمع. هذا كله حاول بن علي باش يعتمه، عمل له دفينة غير لائقة، غير لائقة. أنا قلت حياة أنا. وثانيا يعني حبي نسيف الشعب، الشعب عمره ما نساه، بن علي نسوه توا، أما هو ما نساوش. وهذا يا بورقيبة أنا نعرفه من عام 50 وما تفارقناش إلا في عام 56 86 أنا مشيت. أنا حتى طردوني من الحزب، قعدت نمشي لوراه بالرغم لو هو وافق على طردي، أنا مش وحدي، أنا وبرشا جماعة أخرين، من أجل الديمقراطية المحنونة هذه اللي توا أنا جماعة شاكين فيها توا. ومن هذاك على استردنا، وبعد رجعنا وعملنا حتى العام 86 مشيت وحدي. علاش؟ لأن لقيت مسألة تبدلت يعني، وجاءوا هيان بن بيان دخلوا، ومش لازم توا الناس أموات والآخر هارب في مصر وفي كذا ولا في السعودية، ما نرجعوش للأمور هذه. أهم رئيس دولة تاع تونس هو الحبيب بورقيبة، أكبر عبقرية سياسية هو الحبيب بورقيبة. مش معناها راهو الحبيب بورقيبة مش بشر وما عندوش عيوب، عنده أخطاء ومش معصوم من الخطأ، ورقب أخطاء، لكن كيف تحط في العملية الكل شنو الخطأ متاعه بورقيبة يعني قدام الإنجازات الكبرى اللي عملها، بقى مسؤول حظ. يعني أولا ساعة ما بداوا نزعوه تو، مثلا جاوا التمثال نتاعو تاع الناس لحبيب بورقيبه نحوه، يعني جهل، ما يهمش لحبيب بورقيبه، لان الناس هذاك ما يعرفوش هو بن علي. الناس هذاك كان اسمه ناس جولفيري، وجولفيري هو اللي جاب الاستعمار لتونس، وكانت فيه صمبه طويله قايم فيها بن اسمه هذا جولفيري يتفرج، وطفله تونسيه شدت له واحده نتاع عرف نتاع زيتون، انا هاني في ركايبك، تمشي شويه 10 متر ومن بعد تلقى الصنبه نتاع الباباس الكبير نتاع لو بريما دافريك، هذا صليب وهذا الانجيل في يده، ويخزر المدينة تونس ويقول لها انا مش نعمل. هذا بورقيبه نحاه، وحتى هو محرر البلاد غادي في بقعه جلفيري، وحتى ابن خلدون في بقعه كذا. لكن يمكن السيد اللي جاء بعد ما عرفش شكون ابن خلدون، مش قاري ياسر، بحيث من الإهانات الكل وقعت توا في عود اللي معناها نعترفوا له هذا ما اعلنهم جاوا تخبى من الشعب. هو اللي ما قالوا اولا ساعه مش هو اللي جاب الاستقلال، لا جابوهم هما توا الاستقلال، مش هو اللي حرر المرأة، هذا كلام انا تسمعوا فيه ثم مش هو هذا عدل، شكون حررها المرأة؟ هما حرروها المرأة. وثانيا حتى عيد الاستقلال ما عادش احتفلوا به، بس بيجي يعني خور يعني عمره إنسان ما ينسى تاريخه الباهي ومش باهي، والحاضر رغم ما يكون عنده مفهوم إلا ما ساعة أنها ما تشتمش التاريخ متاعك.